اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الكوسه بالبشاميل اللي لما بنعملها لها مدرسه، ساعات مننا تصيص، ساعات يبقى فيها صوص كتير، الكوسه تنزل الميه بتاعتها على اللحمه المفرومه على البشاميل، تبقى العمليه مش مفهومه. حكايه الكوسه بالبشاميل لها تركايه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، باللحمه بالفراخ زي ما انت حابه. معانا كمان النهارده طاجن الفول بالطماطم اللي انا بحبه، ممكن على وجبه الفطار، وجبه الغداء، وجبه العشاء. طبق الفول ده اساسي في حياتنا، ولكن احنا شطار جدا في عمايله، والفول من الاكلات المصريه الموثقه في انحاء العالم. فول بالطماطم اكيد برضو له تركايه، كزبره خضراء، بقدونس حسب الرغبه. طبعا معايا النهارده عصير السموزي الكيوي بالليمون. كيوي فيتامين سي، الكيوي مهم جدا، الاطفال مش بيحبوا ياكلوه او يستخدموه كعصير لانه فيه شويه حموضه ومزازه، فتعالوا نعمله النهارده سموزي مع ليمون وسكر او عسل، هيعجبكم على فكره، ودي من العصائر المفيده اللي بتمد الاطفال بالذات وخاصه كمان الكبار بالطاقه وفيتامين سي، ومهم جدا. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره النهارده في الحلقه بتاعتي، وعندي كوسه بالبشاميل اللي بالتاكيد فيها شغل كتير. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل طاجن فول بالطماطم. والفول بتاعنا المصري الجميل على العربية في المحلات مع الرجل الطيب على ناصية شارع، على ناصية مصنع، على ناصية شركة، ما نتحرمش طبعا من عربيات الفول اللي موجودة، مع البصل الأخضر، مع العيش، مع الفلفل المقلي وهكذا. ولكن الفول من الأكلات المصرية الشعبية الموثقة ومعروفة طبعاً إن هي أكلات مصرية مصرية مصرية، سواء من خير أرضنا، سواء من الإبداع الطهوي، من حبايبنا اللي بيعملوا الفول. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي بالطماطم، ولكن المغازي كالعادة له تركاية ولازم يقال عندها، وحقوق الطبع لدينا وبس، هو ده حقي ولا إيه؟ تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي. معلية زيت مع معلية سمنة في قلب الطاسة. حلو قوي، بنعمل كده ماشي. ومعانا توم، بنعمل كده. ومعانا بقدونس، حلو الكلام. اول حاجه هنحط البصلايه تتحمر، والبصلايه بتتحمر هنحط البقدونس. ده جديد يا مغازي، ده بقدونس ده نعرف بنحطه. لا 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 ده موضوع هنا كبير. شايف البقدونس الخضر ازاي؟ ربنا يخضر ايامك يا رب، قولي امين. اه بقدونس. اه وعندنا الفول من الاكلات المصريه الموثقه والاكلات الشعبيه، ومعروفه طبعا ان هي مصريه ثم مصريه. حلو الكلام. اه بقدونس، بصل على النار، مدرسه دي يا مغازي والله. توم، مش لازم التوم يتحمر هنا، التوم يتحمر في قلب الفول مش كويس، نسيب فيه الروح كده. ونشوف اخبار الكوسه في الفرن ايه. لسه حلو، لازم تاخد لون. حلو، شوف التقليبه دي كده. نقلب التومه مع البقدونس، خدت اللون بالشكل ده كده، خضار البقدونس وجمال البقدونس. ننزل بالطماطم الحلوه، الفلاسفة تقول لك دلوقتي بقى ايه الفرق ان انا احط البقدونس، شوف الحلاوة، شوف الجمال بقى، مع البصلية تتحمر، وان انا احط البقدونس على طبق الفول بعد ما يستوي. طبعا دي حكاية هنا بقى، دي الخبرة الطهوية. البقدونس انا لما حطيته مع البصلة، البصلية خدت طعم البقدونس، فاذا هنا مش هشم ريحة البصل في قلب الفول وانا باكل. رقم واحد. رقم اتنين، البقدونس هيتنه اخضر في طبق الفول لغايه لما الفول يخلص بعد يوم اتنين تلاته، والفول زي ما هو بلونه. اه شايفه ازاي؟ هو ده، لان تعرض الخضروات زي بقدونس او كزبره خضراء لدرجه حراره عاليه جدا يساعد على خضاره ونضاره لونه. اه شايفه الحلاوه دي كده؟ ننزل يا عم الشيف بشويه الملح الحلوين، اللهم صل على النبي، بركه ايدك كده يا امي، شوية الكمون الحلوين ببركة ايدك كده يا امي على الفول. اه
عندي فول بقى مدمساه اشتريتيه من الراجل اللي على الناصية، ولكن انصحك انك تدمس الفول في البيت زي امهاتنا ما كانوا بيعملوا، يتدمس من بالليل وتحط على الوناسة كده ولا على اللمبة لغاية لما يستوي الصبح، ياخد له 5-6 ساعات، بيبقى احلى فطار الصبح الساعة 6. الساعة 6 الفطار الساعة 6 ده اساسي. يلا ننزل بالفول بتاعنا. الله، ونقلب. نعم، مخرجنا بيقول لي انا هسيب كل ده وشوية الفول دول بعيش بلدي يا شيف، ما تحشنيش، واقعد كده اعمل اهرس بعض حبيبات الفول في قلب الفول، اهرس بعض حبيبات الفول في قلب الفول، علل ولماذا؟ عشان يديني قوام. هرس الفول كله. الحبايه المستويه هتتهرس تديني ايه؟ طاقتها وتديني الانسجه بتاعتها والالياف بتاعتها، والحبايه اللي هي لسه هتستوي. حطيت التوابل. الله عليك يا باشا، اهو زي الفول. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هنقدم فيه طبق الفول بتاعنا، انا مش هدخله الفرن، لا، هتشوف دلوقتي الجديد اللي عينك ما شافتوش قبل كده. خليه على النار، نشيل كل حاجه من هنا ونوسع الدنيا عشان عندنا عصير سموزي الكيوي بالليمون، ده لازم نعمله برضو بتكنيك عالي. نبدا نحط سكر، نحط ليمون زي ما احنا حابين. نشيل ده من هنا. انا مستني على الفول ياخد غلوه عشان هعمل تركايه جديده، عشان لما اقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ. دي عايز احط منها معلقه. ايه دي يا عم الشيف؟ دي فلفله حلوه بحبها دايما مع طبق الفول، بتخلي له شخصيه. عارفينها دي؟ دي مش سبايسي قوي، يعني انتوا ما تتفاجئوش من حاجات بتيجي معايا وانا شغال على الهوا، ممكن المقادير دي مش موجوده في المقادير. دي الطباخه الشاطره، دي ست البيت اللي بتحب مطبخها، ان هي تقف تبدع في المطبخ. استنى عليه لما يغلي. غلوه على النار، معايا طاسه شديده الحراره بتسخن معايا هنا. ناخد الفول نسقطه هنا كده. الله عليك يا عم الشيف. بعد غلوة حلوة، معايا الطاسة بتاعتي هنا على النار اهي. الله، ومعايا في المقادير بيضة وشوية بقدونس. شوف الحلاوة، ومعايا البيضة دي. ده جديد، شويه الملح، شويه الفلفل. يلا 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 العب يا عم. جيب ده، ابوس ايدك. فين؟ حلو، تمام. شفتوا الحلاوة دي؟ شفتوا الجمال ده؟ هو ده. يلا، اللهم صل على النبي. حلقتنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين فيها شوية هزار، فيها شوية خفة دم، انتوا اللي تقولوا مش أنا. الناس بتقول لي دمك خفيف على الشاشة يا شيف، هل ده صحيح أم صحيح؟ قولوا على السوشيال ميديا. معانا طاجن الفول بالبيض وحقوق الطبع لدينا وبس. وجود البيض ما اتحط مع الطريقة والتركاية ونازل على وش الطاجن ده مهم جدا على فكرة. وكمان عملنا الكوسه بالبشاميل بالمدرسه المغازيه بطريقه مختلفه، عملناها مليون مره، وشوفوا الكلام ده على جوجل والصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، ولكن المره دي بطريقه مختلفه. عملنا السموزي الجميل الحلو بالكيوي والليمون بطريقه السكر مع النعناع. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.